عند الأتراك يا دكتور في الأدبيات الصوفية التركية التقليدية ماذا يقولون؟ نعم. يقولون شريعة طريقة حقيقة. الشريعة هي ما لك ما لك وما لي ما لي. يخاطب العارف إيه؟ أخاه الإنسان، لا يخاطب بالله، يخاطب أخاه الإنسان، يقول ما لك لك وما لي لي. الطريقة ما لك لك وما لي لك أيضا. الحقيقة لا لك ولا لي، كل لله. هكذا الأتراك، شيء جميل. تصوف إذا فهمناه بطريقة حقيقية وبصدق دكتور، شيء جميل، وهو لغة الروح. أكتفي بهذه